كل سنة وانتم طيبين تاني. النهاردة ان شاء الله الدكتور سمير شعبان استاذ قانون المرافعات في جامعة القاهرة، اللي خريجي جامعة القاهرة اكيد هيبقوا عارفينه طبعا، هيتكلم معانا في المرافعات في التنفيذ الجبري اللي اساس شغل المدني عموما كله. بعد ما بتاخد الحكم بيبقى عندك مشكلة التنفيذ وإجراءات التنفيذ ومشاكل التنفيذ، ودي حاجة مش سهلة بالنسبة لنا سواء محامين شباب أو محامين كبار، وفي عراقيل للتنفيذ كتيرة، ودي طبعا هي محاضرة واحدة ما تكفيهاش، دي عايزة 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 كتير التنفيذ الجبري. فهو إن شاء الله النهاردة موجود معانا ونتمنى ان انتوا تستوعبوا منه التنفيذ ومشاكل التنفيذ كلها. فاحنا النهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم تحديدا عن قواعد التنفيذ الجبري، او بمعنى ادق الاجراءات المدنيه الخاصه بالتنفيذ على الاموال الخاصه. طيب بدايه، النهارده انت لما بترفع دعوه قدام المحكمه وتحصل على حكم قضائي، ممكن تعاني في تنفيذ هذا الحكم والحصول على الحق أكثر مما عانيت بكثيرا من الحصول على الحكم القضائي نفسه. طيب إيه المشاكل الأساسية اللي بتبقى في التنفيذ الجبري؟ طبعا بخلاف المشاكل الإدارية الخاصة بأن قوة التنفيذ تطلع تنفذ معاك، أن أنت تاخد قوة علشان خاطر تطرد مثلا مستأجر، أو الموظف تديله فلوس عشان خاطر يجي معاك، المحضر مش عارف بتضطر ان انت تتحايل عليه، أو زي ما بتقول كده يعني ايه تديله بعض المبالغ على سبيل المجاملة على أساس ان هو يخلص لك يعمل لك إعلان، الكلام ده كله. لكن احنا هنتكلم في القواعد القانونية. طيب بداية كده وبطريقة مبسطة بلا تعقيد، التنفيذ الجبري ده معناه ايه؟ معناه استيفاء الدائن لحقه جبرا. اربع كلمات. انا لما اجي اقول يعني ايه تنفيذ جبري، بقول استيفاء الدائن لحقه جبرا. يعني ايه؟ يعني عندي دائن حصل على سند تنفيذي، على سند تنفيذي بيقتضي هذا الحق جبرا عن المدين. اذا الاصل هو الوفاء اختيارا، ليك مبلغ من النقود او ليك حق معين لدى شخص اخر، جاء قال لك والله انت ليك كام؟ مليون جنيه، اتفضل هذا المليون جنيه. ده اسمه الوفاء، الوفاء اختيار، بيأدي الدين اللي عليه بلا اي تعقيدات. خلاص انت لا محتاج تنفيذ جبري ولا محتاج اي شيء، حصلت على حكم قضائي ورحت عشان تنفذ الحكم، قال لك اتفضل هذا الحق اللي المحكمه حكمت بيه، مفيش اي مشاكل. طيب تيجي منين المشكلة؟ تيجي منين المشكلة؟ ان المدين او المحجوز عليه او المنفذ ضده ايا كان مش راضي يدفع المبالغ اللي عليه او يؤدي الحق اختيارا، فبتضطر تلجأ لاجراءات التنفيذ الجبري. طب ايه القاعدة؟ يعني التنفيذ الجبري ده بيجي ازاي؟ اول حاجة بداية خالص، المفروض ان انت بيبقى عندك حق، هذا الحق تم الاعتداء عليه او مركز قانوني. ايه هو الحق؟ الحق ده اللي هو بيكون العلاقة القانونية او الرابطة القانونية ما بين الطرفين، بعت لحد شقة سكنية، سيارة، لك حق ورثته، ايا كان الحق، الحقوق العينية سواء كانت حقوق عينية اصلية او تبعية، اي حق. كل انسان له مجموعة من الحقوق، لك الحق في حماية جسدك من التعرض له، الحق في الحرية. إذن لا يوجد إنسان بلا حق. هذا الحق أو هذا المركز القانوني تم الاعتداء عليه، أو أنت عايز تحمي هذا الحق، ما هي الوسيلة التي يمكن اللجوء إليها لحماية هذا الحق والحفاظ عليه؟ في المجتمعات الحديثة في السيد الأعلى وهو القانون، مفيش حد يقدر يحصل على حقه بالقوة بدون اللجوء إلى القانون. زمان قبل المجتمعات الحديثة كان في حاجة اسمها القوة تنشئ الحق وإيه؟ وتحميه. إن أنا بقدر طالما إن أنا معايا قوة أقدر أنشئ الحق وأقدر أحميه وأقدر أحافظ عليه وأقدر أسترده إذا تم الاعتداء عليه.
لكن في المجتمعات الحديثة انت بتلجأ الى القضاء. بتلجأ الى القضاء بتعمل ايه؟ اول حاجة عندي حق تم الاعتداء عليه، اول حاجة بعملها بحدد الجهة المختصة. انا محتاج اروح القضاء العادي ولا اروح القضاء الاداري، ولا الامر متمثل في شيء جنائي، جنحة او جناية او خلاف ذلك، فبحدد الجهة المختصة. في التنفيذ الجبري احنا بنتكلم عن الاجراءات المدنية، يعني ماليش علاقة بتنفيذ الاحكام الجنائية او تنفيذ الاحكام الادارية او ما يتعلق بما يسمى الحجز الاداري. احنا مش هنتكلم في الموضوع ده خالص. تنفيذ الاحكام الجنائية بروح للجنائي، الادارية بروح للاداري. انا بتكلم على الاموال الخاصة بالنسبة للافراد او ما ينص القانون على غير ذلك. الوسيلة الطبيعية ان انا بروح قدام المحكمة اعمل ايه؟ حددت المحكمة المختصة، بروح ارفع دعوة. ارفع ايه؟ دعوة قضائية. لما تلجأ للمادة 3 من قانون المرافعات تلاقيها بتلخص كل شروط الدعوة فيما يسمى بالمصلحة. لازم يبقى عندك مصلحة. يعني ايه مصلحة؟ يعني فائدة عملية بتعود عليك من اللجوء الى القضاء علشان ما تاخدش عدم قبول. المصلحة لازم تكون شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. دي شروط الدعوة، يعني مش هنتكلم فيها تفصيلا. رحت المحكمة ورفعت الدعوة وخدت حكم. عادة الحكم ده بيبقى من أول درجة. حكم أول إيه؟ أول درجة. حكم أول درجة ده الطبيعي أنه هو غير قابل للتنفيذ الجبري، ما تقدرش تنفذ بيه. الطرف الثاني مش عاجبه الحكم، ايه الوسيله اللي ممكن يعملها لتعديل الحكم؟ ان هو يطعن على الحكم بالطريق المناسب، وعاده بنقول الاستئناف. استأنف الحكم وصدر الحكم من محكمه الاستئناف، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ان انت بتاخد الحكم وتروح ايه؟ تنفذه علشان تحصل على الحق الذي فقدته، او تدفع الاعتداء عن الحق الذي تم الاعتداء عليه. يبقى الطبيعي ان انت معاك حق او مركز قانوني تم الاعتداء عليه، بتلجأ الى القضاء، ترفع دعوة قضائية، تاخد حكم، يتم الطعن في الحكم، يصدر حكم من محكمة الاستئناف اللي هو الحكم في الطعن، بعد كده تاخد الحكم تروح ايه؟ تروح تنفذه. طيب فين التنفيذ الجبري هنا؟ انت بتقول لنا التنفيذ الجبري هو استيفاء الدائن لحقه جبرا. استيفاء الدائن لحقه ايه؟ جبرا. طيب اي حد يروح يستعمل القوى الجبريه اللي هي بواسطه السلطه التنفيذيه وتحت اشراف السلطه القضائيه للحصول على حقه؟ قال لك لا، احنا النهارده عندنا نوعين من التنفيذ، حاجه اسمها تنفيذ مباشر وحاجه اسمها تنفيذ بطريق الحجز. يبقى عندنا نوعين من الايه؟ من التنفيذ. التنفيذ المباشر بيكون محل التنفيذ الشيء اللي انت هتنفذ عليه ليس مبلغا من النقود. يعني ايه؟ يعني المطلوب تسليم شيء معين، تسليم سيارة مثلا، تسليم شقة سكنية، القيام بعمل. انت مطلوب من الطرف المنفذ ضده ان هو يقوم بعمل معين او الامتناع عن عمل، ده اسمه تنفيذ مباشر، لانه بيتم التنفيذ على شيء ليس محله مبلغا من الايه؟ من النقود. المنتشر هو التنفيذ بطريق الحجز. التنفيذ بطريق الايه؟ بطريق الحجز. يعني ايه التنفيذ بطريق الحجز؟ التنفيذ بطريق الحجز يعني بيكون محل التنفيذ الجبري مبلغا من الايه؟ من النقود، او صار الى ذلك. يعني مثلا خدت تعويض فبقى مبلغ من النقود. هتاخد مثلا مجموعه من المنقولات هتبيعها، فمش هتاخد المنقولات نفسها. يعني ليس المطلوب هو تسليم المنقولات، ولكن المطلوب هو بيع الايه؟ المنقولات، عشان الدائن الحاجز ياخد حقه من المنقولات المبيعه. ايه الفرق ما بين دعوى التنفيذ، او احنا بنسميها مجازا دعوى التنفيذ، وما بين دعوى الحكم؟
دعوى الحكم الهدف منها هو الحصول على حكم قضائي، الحصول على حكم قضائي. أما التنفيذ فالهدف منه هو استيفاء الدين جبرا عن المدين. السبب المنشئ لدعوى الحق هو الاعتداء على الحق أو المركز القانوني. السبب المنشئ للتنفيذ الجبري هو وجود سند تنفيذي. علشان كده احنا هنبدأ بحاجة اسمها السندات التنفيذية. هنبدأ بحاجة اسمها الايه؟ السندات التنفيذية. يعني نلتزم الصوت بس يا جماعة لو سمحتوا بعد اذنكم. طيب اتفضل. الفرق ما بين ايه؟ دعوى الحق ودعوى التنفيذ. حاضر. بصوا يا جماعه احنا عشان نتكلم عن التنفيذ الجبري واجراءاته اللي انت هتواجهها في الواقع العملي، يعني مش محتاجين محاضره او اثنين او ثلاثه او عشره. التنفيذ الجبري موضوعاته كتير ومتشعبه، واجراءاته كتير ومعقده ومتشابكه. ومن الموضوعات او من التخصصات الدقيقه جدا اللي بيصعب على المتخصصين نفسهم وبيختلط عليهم الامر في بعض النقاط. فبالتالي انا رجاء يعني عشان نبقى ايه يعني نستفيد، يعني رجاء الصوت، يعني الناس اللي ورا لو سمحتوا بعد اذنكم رجاء الصوت. ما هو الفرق بين دعوى التنفيذ وبين دعوى الحكم؟ الفرق في حاجتين. الحاجة الأولانية، في دعوى الحكم بيكون سبب الدعوة أنت بتروح ترفع دعوة قدام المحكمة، فمش عايز تاخد عدم قبول، فبيكون سبب الدعوة هو الاعتداء على الحق. عندك قطعة أرض ففي شخص آخر بيدعي أن الأرض دي بتاعته، قاعد عندك حتة عربية ففي واحد بيقول لا العربية دي ملكي أنا، يبقى في حق متنازع عليه، نزاع مدني، اتنين بيتخانقوا على ملكية شيء معين، على حق من حقوق الارتفاق، حق الرهن، ايا كان الحق. الهدف هو ان في حد اعتدى على هذا الحق، اعتداء قانوني، يعني يريد ان يأخذ منك هذا الحق، فانت بتروح ترفع دعوة قدام الايه؟ قدام القضاء. الهدف من الدعوة هو صدور حكم بالحق الموضوعي، ان المحكمة تحكم لك بان انت صاحب الحق في هذا، والله قطعة الارض دي بتاعة فلان، الشقة السكنية دي بتاعة فلان، المبلغ المالي ده اتحكم بيه لفلان. يبقى دعوى الحكم او الحق الموضوعي سببها الاعتداء على الحق، الهدف منها الحصول على ايه؟ على حكم يؤكد الحماية الموضوعية للحق نفسه. ده بالنسبة لدعوى الحق. طب دعوى التنفيذ، دعوى التنفيذ السبب المنشئ لها هو السند التنفيذي. يعني انت لو معاك سند تنفيذي حتى وان لم تكن صاحب الحق فمن حقك ان انت تنفذ. ازاي؟ ملناش دعوة بدعوى الحق خالص، انت معاك سند تنفيذي تروح تنفذ وانتهينا، والله سواء كنت صاحب الحق او مش صاحب الايه؟ مش صاحب الحق. ايه الهدف من الدعوة التنفيذية؟ الهدف من الدعوة التنفيذية او اجراءات التنفيذ الجبري هو اقتضاء الحق جبرا، ان المدين لم يرتضي الوفاء بالحق او بالدين اختيارا، فانت بتستخدم السلطة الجبرية في ايه؟ في الحصول على هذا الحق اللي بنسميه الايه؟ اللي بنسميه التنفيذ الايه؟ التنفيذ الجبري. اذا دعوى الحق الهدف منها هو حماية الحق الموضوعي. اما دعوى التنفيذ فالهدف منها هو ايه؟ هو اقتضاء الحق ايه؟ جبرا غصب عنه، مش برضاه يعني. طب ما هي السندات التنفيذية التي تخول للشخص الحصول على الحق جبرا؟ المادة 280، المادة 280 من قانون المرافعات ذكرت السندات التنفيذية على سبيل الحصر،
وليس على سبيل المثال. ايه الفرق ما بين على سبيل الحصر ولا سبيل المثال؟ لما اقول لك النص القانوني، النص القانوني يتحدث عن حالات استثنائية على سبيل الحصر، يعني لا يجوز القياس عليها ولا يجوز التوسع في تفسيرها ولا يجوز الإضافة ليها، خلاص. لما أقول لك السندات التنفيذية 1 2 3 4 ما ينفعش تقول لي أصل 5 مشابهة لإيه؟ لرقم 1، ما ينفعش، ما ينفعش تتوسع في التفسير. لكن لو قلت لك على سبيل المثال حط كل الحالات المشابهة براحتك، ما فيش أي مشكلة خالص. طيب السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومجالس الصلح. نقول تاني، لا ده احنا هناخد كل سند تنفيذي لوحده. يعني احنا انت ترجع لنص المادة 280 يقول لك السندات التنفيذية هي كذا وكذا وكذا. احنا بقى هنمسك السندات التنفيذية دي سند سند. انت راجل شغال محامي عايز تاخد الحق جبرا وعايز تجيب لموكلك الحق بتاعه، فلازم تبقى عارف ايه هي السندات التنفيذية تفصيلا. طيب ما هي السندات التنفيذية؟ اول حاجة الاحكام، اول حاجة الايه؟ الاحكام. خلي بالك المشرع قال السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر. يبقى أول نقطة ناخدها في كلمة الأحكام، ما قالش الأحكام الصادرة من قضاء الدولة. يعني معنى ذلك إيه؟ إنك كل ما يحمل صفة الحكم فهو قابل للتنفيذ الإيه؟ الجبر. دي أول نقطة، كل ما يحمل معنى الإيه؟ معنى الحكم. يعني مثلا لو معاك حكم تحكيم يندرج تبقى هذا النص ولا لا؟ يندرج تبقى هذا النص، لان هو حكم بوصف المادة 280. طب ما هي انواع الاحكام؟ عندنا 3 انواع من الاحكام. حاجة اسمها احكام مقررة، وحاجة اسمها احكام منشئة، وحاجة اسمها احكام الالزام. نركز بس مع بعض يا جماعة، ما هو الحكم المقرر؟ الحكم المقرر هو الذي يقرر مركز قانوني أو حق قائم بالفعل. يعني إيه؟ يعني حكم مثلا صحة التوقيع. أنت كراجل محامي شغال، هل خدت حكم بصحة التوقيع رحت تنفذه جبرا؟ مفيش الكلام ده، لأنه حكم مقرر. حكم ثبوت النسب، واحد رفع دعوة على شخص بيقول ان هو ده ابويا، والاب ده مش معترف بمين؟ بالابن. وطبعا في قضايا شهيره واعلاميه انتوا شفتوها، المحكمه حكمت بثبوت النسب. هو الحق او المركز القانوني قائم بالفعل ولا لا؟ قائم بالفعل، لان الواد ايه؟ الواد موجود على ارض، على ارض الواقع. فبالتالي دي بنسميها احكام ايه؟ مقررة. يعني ايه احكام مقررة؟ يعني بتمنح الحماية بمجرد صدورها، يعني بمجرد صدور الحكم بثبوت النسب لفلان الفلاني انه ابن فلان الفلاني تحققت الحماية الايه؟ القضائية. خلاص انا مش محتاج انفذ الحكم ده ايه؟ جبرا. انا رافع دعوة بثبوت النسب والمحكمة حكمت بثبوت النسب، الموضوع انتهى، انا خدت الحماية اللي انا عايزها، أصبحت منسوب لهذا الشخص. حكم صحة التوقيع، أنت بتروح المحكمة، اللي ما يعرفش دعوة صحة التوقيع، بتروح المحكمة عشان تحصل على أن التوقيع اللي على العقد توقيع فلان الفلان. المحكمة لا تحكم بأكثر من ذلك، يعني ملهاش دعوة بمضمون التصرف القانوني الوارد في العقد. بمعنى العقد بيثبت التزام بمليون جنيه، بعشرة مليون، بانتقال ملكية عقار معين، المحكمة ملهاش علاقة. المحكمة بتديك حكم بصحة الايه؟ التوقيع، علشان بعد كده لما يجي ينازع ينازع في مضمون الايه؟ في مضمون العقد والالتزامات المتبادلة فيه، ما ينازعش في الايه؟ في التوقيع بتاعه ده سليم ولا مش سليم. دي اسمها احكام مقررة. والحكم المقرر هو الذي يقرر حق او مركز قانوني قائم بالفعل، ف
فيمنح الحماية القضائية بمجرد صدوره، ولا حاجة إلى إجراءات التنفيذ الجبري لاقتضائه جبراً عن المدين. النوع الثاني من الأحكام هي الأحكام المنشئة، حتى من اسمها حكم منشئ. يعني ايه حكم منشئ؟ يعني حكم بينشئ مركز قانوني أو حق لم يكن موجوداً من قبل. زي ايه مثلاً؟ زي الحكم الصادر بفسخ العقد. انت رحت المحكمة رفعت دعوة بفسخ العقد، المحكمة حكمت لك بفسخ العقد، انت محتاج تنفذه جبرا في ايه؟ هو العقد عبارة عن ايه؟ العقد عبارة عن التزامات متبادلة ما بين الاطراف. لما المحكمة حكمت بفسخ العقد انتهينا خلاص، انت مش هتنفذ الالتزامات اللي عليك في الايه؟ في العقد. حكم التطليق، اتنين كده متجوزين اتخنقت منه، قالت له لا طايقك ولا طايقه عشتك، راحت المحكمة رفعت دعوة تطليق. خلي بالك دعوة ايه؟ تطليق. المحكمة حكمت بايه؟ حكمت بالتطليق بالفعل. هل هي محتاجة تنفذ الحكم ده؟ هتنفذه ليه؟ ما هي الحالة الاجتماعية يا إما عازبة أنسة يعني، يا إما متزوجة، يا إما أرملة، يا إما إيه؟ مطلقة. صدر الحكم بالإيه؟ بالتطليق. هي خلاص حصلت على الحماية بمجرد صدور الحكم، مش محتاجة إجراءات التنفيذ الجبري. خلاص تعدي فترة العدة وخلاص وانتهينا وخدت الحكم وأصبحت إيه؟ مطلقة. هل ينفع تبقى مطلقة ومتزوجة في نفس الوقت؟ ما ينفعش، هي حالة اجتماعية إيه؟ واحدة. دي اسمها أحكام مقررة وأحكام إيه؟ منشئة. في الأحكام المقررة والأحكام المنشئة أنا لست في حاجة إلى إجراءات التنفيذ الجبري. نيجي للنوع الثالث من الأحكام، بنسميه الأحكام الإيه؟ أحكام الإلزام. إيه هي أحكام الإلزام؟ أحكام الإلزام فيها حاجتين بتتضمن في جزء منها تقرير أو إنشاء للحق، وفي جزء آخر إلزام أحد الأشخاص، وهو عادة اللي بيكون صادر ضد الحكم، بتنفيذ التزام معين. زي إيه مثلا؟ على سبيل المثال الحكم الصادر مثلا بفسخ العقد وإخلاء العين المؤجرة لعدم دفع الأجرة. الجزء الأول من الحكم اللي هو عبارة عن إيه؟ فسخ العقد. هل أنت محتاج فيه تنفيذ جبري؟ خلاص انت بتاخد حكم بالفسخ، ما بتنفذش الالتزامات اللي عليك. ثواني. طيب اخلاء العين المؤجرة، انا ساكن ومش عايز اطلع من السكن، يبقى انت هنا محتاج ايه؟ ها، محتاج تنفيذ جبري. وممكن الحكم نفسه ما يبقاش فيه جزء مقرر او منشئ. حكم صدر مثلا بمبلغ معين دين على فلان المفروض يدفعه، ما دفعوش، فانت بتلجأ الى اجراءات التنفيذ الايه؟ الجبري، سواء كان الطريق التنفيذ المباشر او التنفيذ بطريق الايه؟ الحجز. يبقى محل الاحكام اللي احنا هنتكلم عنها هي الاحكام الايه؟ ها، احكام الالزام اللي بتتضمن الزام شخص معين باداء معين امتنع عن ادائه اختيارا، فتم اللجوء الى اجراءات التنفيذ الجبري لاقتضائه جبرا عنه. طيب دي انواع الاحكام. طب بالنسبه انا النهارده رحت المحكمه وخدت حكم، السندات التنفيذيه الاحكام، في حاجه بنسميها النفاذ العادي، في حاجه اسمها النفاذ الايه؟ العادي للأحكام، وفي حاجة اسمها النفاذ المعجل. نقول تاني السيدات والبنات والأنسات اللي قاعدين ورا، يعني ياريت نمنع الصوت، احنا عرفنا نسبة الطلاق عالية ليه بسبب الكلام والرجل. النفاذ العادي للأحكام، ايه هو النفاذ العادي للأحكام؟ النفاذ العادي للأحكام ان انا معايا حكم حائز لقوة الأمر المقضي. نركز مع بعض، حكم حائز لقوة الأمر المقضي
ايه هو الحكم الحائز لقوة الامر المقضي؟ هو الحكم النهائي. ما هو الحكم النهائي؟ الحكم اللي صادر من محكمة الاستئناف او من محاكم الدرجة الثانية. نقول تاني، ما هي الاحكام القابلة للنفاذ الجبري او للتنفيذ الجبري؟ هي الاحكام النافذة نفاذ عادي، يعني الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، يعني حكم حائز لقوة الامر المقضي، يعني صادر من محاكم الدرجة الثانية. طب ايه هو النفاذ المعجل؟ العكس، حكم مش صادر من محكمة الاستئناف يعني مش نهائي، بنفذه قبل اوانه، ودي حالات منصوص عليها في القانون هنقولها. لكن خلينا الاول في النفاذ العادي للاحكام. معايا حكم نهائي عايز اروح انفذ الحكم ده، خلاص هو حكم بيؤكد الحق بصورة كبيرة جدا، حتى ولو كان قابلا للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية، سواء كان الطعن بالنقض او الطعن بالتماس اعادة النظر. يبقى بالتالي ما هو الحكم القابل للتنفيذ الجبري؟ هو الحكم الحائز لقوة الامر المقضي، هو الحكم الصادر من محاكم الدرجة الثانية، الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، حتى وان كان قابلا للتنفيذ الجبري، حتى وان كان قابلا للايه؟ للتنفيذ الجبري. يعني انا لو عندي حكم صادر من محاكم الدرجة الاولى، محاكم الدرجة الاولى هي محكمة جزئية او ابتدائية، وقابل للطعن عليه بالاستئناف، ينفع اروح انفذه؟ القاعدة العامة بتقول لا، الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل، والنفاذ المعجل هنتكلم عنه كمان شوية. يبقى اذا ما هو الحكم القابل للتنفيذ الجبري؟ هو الحكم النهائي الحائز لقوة الامر المقضي، حتى ولو كان قابلا للطعن عليه بطرق الطعن غير الايه؟ غير العادية. طيب ما نمسكها واحدة واحدة. الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية او الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى، ينفع تكون سند تنفيذي؟ يعني احنا بناخد الحكم كسند تنفيذي، هنمسك الحكم واحدة واحدة. بنبدأ الاول بالحكم الصادر من محاكم الدرجة الاولى، هل ينفع انه يبقى سند تنفيذي طبقا للنفاذ العادي مش النفاذ المعجل؟ اه ينفع. طب ايه هي الحالات؟ ركز مع محكمة الاستئناف، يعني حكم نهائي حائز لقوة الامر المقضي، طعنت عليه، خلي بالك طعنت عليه بالايه؟ ها؟ بالنقض. هل الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم؟ لا يوقف تنفيذ الايه؟ الحكم، لانه هو نافذ نفاذ ايه؟ عادي. ده الطبيعي ان انا نفذ الحكم، حكم الاستئناف. طيب محكمة النقض عملت ايه؟ رفضت الطعن، رفضت الايه؟ الطعن. واحالت، رفضت الطعن وسكتت، يعني الفرد الاول رفضت الطعن. السند التنفيذي هنا يكون ايه؟ حكم تاني درجة ولا الحكم الصادر من محكمة النقض؟ لا حكم تاني درجة. طيب الفرد الثاني، المحكمة قبلت الطعن وأحالت إلى إيه؟ ها؟ إلى دايرة تانية. يبقى فين السند التنفيذي؟ يبقى السند التنفيذي هو الحكم الصادر من محكمة الإيه؟ النقض، اللي هو بعدم تنفيذ الإيه؟ تنفيذ الحكم. استنى بس علي، يعني حكمت بقبول الطعن والإحالة لمحكمة الموضوع، يبقى سند تنفيذي لإعادة الحال إلى مكان عليه. رفضت الطعن، يبقى السند التنفيذي هو الحكم المطعون فيه، اللي هو حكم صادر من محكمة مين؟ من محكمة الاستئناف. دي القواعد اللي قدام إيه؟ معلش تاني السؤال؟ مفيش، لا معلش انت هنا ايه اللي دخل الصورة التنفيذية في الموضوع؟ مفيش صورة تنفيذية. لو محكمة النقض هتحيل لحكم اول درجة ليه؟
لا احنا عدينا المرحلة دي، احنا عدينا المرحلة دي. اوضح لحضرتك، عندنا حكم اول درجة طعنا فيه بالايه؟ بالاستئناف. صدر حكم محكمة الاستئناف. عمل ايه حكم محكمة الاستئناف؟ عمل ايه؟ قبول وتأييد اول درجة. دي احنا اتكلمنا فيها الفروض بتاعتها وخلصنا. يعني اتكلمنا في الفرض ان حكم محكمة الاستئناف هو السند التنفيذي، اتكلمنا في الفرض ان حكم اول درجة هو السند التنفيذي لو احالت اليه، اتكلمنا فيه ان هي لو ايدته واحالت للمنطوق يبقى الحكمين سند تنفيذي، وخلصنا المرحلة دي. احنا بنتكلم في حاجة تالتة دلوقتي اللي هي ايه؟ انا رحت قدام محكمة الاستئناف ومعايا حكم ورايح انفذه، الطرف المحكوم ضده طعن بالنقض، فروحنا بقى قدام محكمة النقض. فدلوقتي الحوار هيكون في ايه؟ هيكون النقض والاستئناف، ماليش دعوه بقى بابتدائي خلاص، يعني دي نقطه ودي نقطه. في النقض اتحكم برفض الطعن، يبقى السند التنفيذي ايه؟ حكم الاستئناف. طيب قبلت الطعن واحالت لايه؟ يبقى ده سند تنفيذي لاعاده الحال الى مكان عليه. نستنى بقى الدايره الثانيه هتقول ايه. نفس الكلام بيتم قدام ايه؟ قدام محكمه التماس اعاده النظر، نفس الكلام بالظبط اللي قلناه في محكمه الايه؟ محكمه النقض. لا ده احنا داخلين في حته بقى، انا هطرح عليكم اسئله بس عشان ما نلخبطش الامور، احنا واخدينها واحده واحده. احنا بنقول السندات التنفيذيه هي الاحكام، مسكنا حكم اول درجه وقلنا امتى يكون سند تنفيذي، ومسكنا حكم محكمه الاستئناف وقلنا امتى يكون سند تنفيذي، وبعدين حكم محكمه النقض، وبعدين حكم محكمه التماس اعاده النظر في المداخله اللي حصلت دي. نيجي بقى لشروط وقف التنفيذ. شروط وقف التنفيذ، يا ريت لو تركزوا معايا في الحته دي عشان فيها كذا حته فنيه. وقف التنفيذ امام محكمه النقض، هنبدا بوقف التنفيذ امام محكمه النقض، ثم محكمه الاستئناف، ثم محكمه يعني محكمه النقض، ثم التماس اعاده النظر، ثم الاستئناف من الاعلى للادنى. انا النهارده معايا حكم من محكمه الاستئناف، يعني حكم ايه؟ نهائي حائز لقوه الامر المغض، لا يوجد شيء على وجه الارض يمنع ايه؟ تنفيذه، حتى الطعن بالايه؟ بالنقط، القاعده العامه. طب انا النهارده عايز اوقف تنفيذ حكم الاستئناف وطعنت بالنقط، ايه هي الشروط ان المشرع نص عليها عشان اوقف تنفيذ الحكم؟ نرجع للماده 251 من قانون المرافعات، نلاقيها بتقول ان اول شرط ان انت تطلب وقف تنفيذ الحكم في صحيفه الايه؟ الطعن. يعني ايه؟ يعني وانا بقدم الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي لازم اكتب كده في الاخر في الطلبات وقف تنفيذ الايه؟ تنفيذ الحكم. يعني انت النهارده لو طعنت على الحكم وقدمت صحيفة الطعن بالنقض ونسيت تكتب الجملة دي، هل ينفع بعد كده ان انت تقدم طلب بوقف تنفيذ الحكم؟ ما ينفعش. خلي بالك هو شرط شكلي ولكن شرط متعلق بالنظام الايه؟ بالنظام العام. يعني النهاردة لو قدمت قدام محكمة النقض الطعن على الحكم، الطعن على الايه؟ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وجيت بعد يومين ثلاثة او اربع خمس ايام تقول والله طب انا هقدم طلب بوقف التنفيذ، المحكمه هنا لن توقف لك الايه؟ التنفيذ. المحكمه هنا لن ايه؟ لن توقف الايه؟ التنفيذ، لان اول شرط ان يقدم طلب وقف التنفيذ في نفس صحيفه الطعن بالايه؟ الطعن بالنقض. ده اول شرط. الشرط الثاني، طب عشان نربط المسائل ببعضها، وانت بتطعن بالتماس اعاده النظر هل يشترط ان تقدم طلب وقف التنفيذ في نفس صحيفة الطعن بالالتماس؟ قال لك لا، ده شرط المحكمة النقض ايه بس. طب في الاستئناف لو عايز توقف التنفيذ هل يشترط برضو ان انت تقدمه في نفس صحيفة الطعن بالاستئناف؟ قال لك برضو ايه لا. يبقى الشرط الشكلي ده موجود او خاص بطلب وقف التنفيذ امام محكمة الايه؟ النقض، ان هو يقدم في نفس صحيفه الدعوه بالايه؟ الطعن بالايه؟ بالنقض. الشرط الثاني عدم تمام التنفيذ
وقت تقديم الطلب. طيب المسألة دي، لا ركزوا معايا بس، المسألة دي يعني ايه؟ يعني انا الاستئناف الطعن بالنقط كم يوم؟ ها؟ 60 يوم. صدر الحكم 1/1/2019، يبقى انا معايا كم يوم؟ 60 يوم. جيت في يوم 10/1/2019 قدمت دعوة لايه؟ الطعن، صحيفة الطعن بالايه؟ بالنقط، وطلبت فيها وقف الايه؟ وقف التنفيذ. لو كان التنفيذ تم في العشر، في التسعة ايام من 1/1 لـ9/1، ما فائدة تقديم طلب وقف التنفيذ؟ ملوش اي ايه؟ اي لازم، لان من ضمن الشروط عدم اتمام الايه؟ التنفيذ. يعني على سبيل المثال، صدر حكم محكمة الاستئناف بطرد مستأجر من عين مؤجر بتاريخ 1/1/2019، المفروض ان انت هتطعن فيه بالنقط لأي سبب من اسباب الطعن بالنقط. رحت قدمت صحيفة الطعن يوم 20/1/2019، يبقى قدمتها في الميعاد ولا لا؟ يبقى خلاص، يبقى كده هتاخد قبول الطعن شكله، لانك قدمته في مين؟ في الميعاد. وفي نفس صحيفة الطعن قدمت طلب بوقف الايه؟ التنفيذ. طب وقف تنفيذ بالنسبة للحكم اللي احنا بنتكلم فيه ده هو عبارة عن ايه؟ عدم طرد المستأجر. قدمت الطعن بتاريخ كام؟ 20/1، والحكم صادر بتاريخ كام؟ ها؟ 1/1. في خلال 19 يوم قبل يوم 20 كنت انت فعلا نفذت الحكم وطردت مين؟ المستأجر. هل طلب وقف التنفيذ هنا له فايدة؟ لأنه فقد أحد شروطه وهو تمام التنفيذ. فأنا هقدم على أي وقف تنفيذ؟ يبقى إحنا بنقول أول شرط إنك بتقدمه في نفس صحيفة الطعن، الحاجة التانية عدم تمام الإيه؟ التنفيذ. يعني لازم يكون التنفيذ لم يتم. طب ما أنا عندي هنا مشكلة. إيه هي المشكلة؟ المشكلة إن الحكم صدر 1/1، يوم 2/1 قدمت إيه؟ ها؟ قدمت طعن بالنقط وطلبت فيه وقف الايه؟ وقف التنفيذ. يبقى تقديم الطلب كان يوم كام؟ 2/1. محكمة النقط عملت ايه؟ نظرت طلب وقف التنفيذ يوم 20/1. انا قدمت الطلب يوم كام؟ يوم 2، والمحكمة نظرته امتى؟ 20. من يوم 2 ليوم 20 تم التنفيذ. هل يتم الاعتداد بالإجراء من وقت تقديم الطلب ولا من تاريخ نظر الطلب من المحكمة؟ نقول السؤال تاني، قدمت طلب وقف التنفيذ يوم 2/1، محكمة النقض نظرت الطلب يوم كام؟ 20/2. هل يعتد بالتاريخ تقديم الطلب ولا بتاريخ نظر المحكمة؟ ها؟ تمام، انت بتعمل اسقاط على الشرط الاول، اللي هو عدم اتمام التنفيذ. لو تم التنفيذ خلاص، هو انا، طب انا كده بعاقب مين؟ بعاقب الشخص اللي قدم الطلب في وقت تقديم، وانا مالي؟ المحكمة هي اللي اتأخرت، المحكمة هي اللي ايه؟ هي اللي اتأخرت. وفي نفس الوقت الطرف الثاني وهو بيقوم باجراءات التنفيذ الجبري برضو ليه حق. يبقى هنا هنضطر نلجأ لفكرة التعويض، اللي اسابه ضرر ياخد تعويض. القانون القديم من قانون المرافعات ما حسمش المسألة دي، جاء القانون الجديد وحسم المسألة، قال لك العبرة هي بوقت تقديم الايه؟ الطلب، وليس بايه؟ بوقت نظر الطلب. طب ما تم من اجراءات؟ لا، قال لك يعاد الحال الى ما كان عليه. تيجي النقطه دي بقى، ما تم من اجراءات استحاله الرجوع فيها، تضطر ترجع لمين؟ للتعويض. لكن المشرع حسم المساله وقال لك العبره بتاريخ تقديم مين؟ بتاريخ تقديم الطلب وليس بتاريخ نظر المحكمه. لان انا مش هحمل
الصادر ضده الحكم مسؤولية تأخر المحكمة في نظر طلب وقف الايه؟ وقف التنفيذ. الشرط الثالث هو أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم، خلي بالك يتعذر تداركه. شايف النص بيقول ايه؟ ضرر جسيم يتعذر ايه؟ يعني ما قالش ضرر جسيم وسكت، لان من الطبيعي ان انا لما اجي انفذ عليك ان انا باخرج مال معين من حوزتك او من ذمتك الماليه، فبالتالي كده كده لازم يبقى فيه ايه؟ ضرر. ان انا بحجز على اموالك ففيها ايه؟ ضرر. بس بيقول لك ضرر جسيم يتعذر ايه؟ تداركه. يعني مثلا معايا حكم بهدم منزل، طب ما هو ده انا جبت العماره فوقيها تحتيها، ده ضرر يتعذر تداركه ولا لا؟ يتعذر تداركه، يعني مش مجرد ضرر ايه؟ ضرر جسيم. طيب الحاجة الثانية ان يبدو من اسباب الطاع ما يرجح الغائه. طب السببين دول، الضرر اللي بيتعذر تداركه ويبدو من اسباب الحكم ما يرجح ايه؟ الغائه. دي بتخضع للسلطة التقديرية لمحكمة مين؟ لمحكمة النقض. يعني ممكن خلي بالك يتوافر الضرر والضرر ده يتعذر تداركه ومحكمة النقض ما توقفلكش الايه؟ التنفيذ. ومحكمة النقض ما توقفلكش الايه؟ التنفيذ. ولا لوم عليها، لانه بيخضع للسلطة الايه؟ التقديرية. يعني المشرع ما ألزمهاش، المشرع ايه؟ ما ألزمهاش. طب في مسألة كده مرتبطة بوقف التنفيذ وفيها إشكالية، هنقولها مع وقف التنفيذ علشان الذهن حاضر. في حاجة اسمها منازعات التنفيذ، طبعا كلكم عارفين يعني ايه منازعات التنفيذ، اللي هي منازعات موضوعية ومنازعات مستعجلة، ولو كان هناك متسع من الوقت هنتكلم عليها. المنازعات المستعجلة اللي احنا بنسميها ايه؟ الإشكال في الايه؟ في التنفيذ. كلكم طبعا عارفين الإشكالات في الايه؟ في التنفيذ. السؤال، إشكال في التنفيذ يعني ايه؟ يعني انت بتهاجم اسباب لاحقة على تنفيذ الايه؟ الحكم. بتشوف شروط تنفيذ الايه؟ تنفيذ الحكم. يبقى ايه الفرق ما بين الاشكال في التنفيذ وما بين طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض؟ طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض انت بتهاجم القوة التنفيذية لمين؟ للحكم. لان الحكم ده ممكن محكمة النقض تقبل الطعن وتلغيه، ممكن تحيله الى دايرة تانية والدايرة التانية تصدر حكم بخلاف الحكم الايه؟ الاول. اذا انت بتهاجم القوة التنفيذية للحكم نفسه، الحماية الموضوعية اللي بيقرها الحكم القضائي. لكن الاشكال في التنفيذ احنا بعدنا تماما عن الحماية الايه؟ الحماية الموضوعية للحق. احنا بنناقش شروط التنفيذ الجبري. يعني ايه شروط التنفيذ الجبري؟ يعني مثلا على سبيل المثال، المال ده جائز الحجز عليه ولا لا؟ انا ما بكلمكش في الحكم اللي انت خدته صحيح ولا مش صحيح، لان وسيله تصحيح الاحكام هي الطعن عليها امام محكمه الطعن، سواء بطرق طعن عاديه او غير عاديه. لكن الاشكال في التنفيذ الهدف منه ان انا بهاجم الاسباب اللاحقه على التنفيذ الجبري اللي هي شروط التنفيذ الجبري. انت معاك حكم انا مش هناقشك فيه، بس انا هناقشك في المال اللي انت جاي تحجز ايه؟ تحجز عليه، ان هو مثلا من الاموال التي لا يجوز الحجز عليها. يبقى ما اتكلمتش معاك في الحكم خالص، انا بتكلم معاك في محل التنفيذ الجبري. هل هو جائز او غير جائز؟ هل هو مال مملوك للمدين او غير مملوك للمدين؟ هل ده حق مالي يجوز التصرف فيه وتقييمه ماليا ولا لا يجوز؟ فنيجي للسؤال، هل يجوز الجمع بين طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض وبين الاشكال في التنفيذ؟ هنا السؤال بقى، طب انت كقانون بتكلمني في حاجتين مختلفتين، دي مسألة ودي مسألة. يجي السؤال، هل يجوز الجمع بينهم؟ لانهم ما بيتعارضوش ايه؟ مع بعض. المشرع القانون قال لك يجوز. طب المشرع لما يقول يجوز نسيبه كده؟ لا، ما نسيبوش، نشوف الاشكاليات اللي هتحصل بعد كده. هما كإجراءات مش متعارضة، لكن النتيجة المترتبة على الإجراء قد تتعارض. بمعنى آخر، في الإشكال في التنفيذ أنا أواجه شروط التنفيذ الجبري، في وقف التنفيذ أمام محكمة النقض أنا أواجه القوة التنفيذية للحكم. إذن يجوز الجمع بينهما؟ نعم يجوز. قدمت طلب وقف تنفيذ قدام محكمة النقض
وقدمت إشكال في التنفيذ قدام قاضي التنفيذ، لأن قاضي التنفيذ هو المختص بنظر كافة المنازعات الموضوعية والإيه والمستعجلة. المنازعات المستعجلة بين قوسين إشكالات الإيه التنفيذ، اللي هو الإشكال الأول والإشكال الثاني كلنا عارفينه. قدمت طلب وقف التنفيذ قدام محكمة النقض، حكمت محكمة النقض بوقف الإيه التنفيذ. وقدمت إشكال قدام قاضي التنفيذ فحكم بقبول الإشكال. يعني إيه قبول الإشكال؟ يعني وقف التنفيذ. هل في تعارض هنا؟ مفيش تعارض، جميل. قدمت طلب قدام محكمة النقض بوقف الإيه التنفيذ، رفضت الطلب يعني الاستمرار في الإيه في التنفيذ. قدمت الإشكال، الإشكال اترفض يعني الإيه الاستمرار في الإيه في التنفيذ. هل في تعارض؟ مفيش تعارض. نيجي للفرض الثالث، قدمت طلب بوقف التنفيذ قدام محكمة الإيه، حكمت المحكمة بوقف الإيه التنفيذ. قدمت الإشكال بوقف التنفيذ اترفض يعني الاستمرار في الإيه في التنفيذ. بقى عندي حكم صادر من محكمة النقض بيقول إيه وقف التنفيذ، وحكم صادر من قاضي التنفيذ المختص نوعيا اختصاصا متعلقا بالنظام العام بنظر منازعات الإشكال المقدم من المنفذ ضده، فحكم بالاستمرار في الإيه في التنفيذ. أيهما ينفذ؟ بقى عندي حكمين. خلي بالك وقف التنفيذ ده حكم مؤقت لأنه لا يؤثر على محكمة الموضوع، والإشكال في التنفيذ منازعة مستعجلة يعني برضو حكم إيه مؤقت. يعني عندي الحكمين في نفس الدرجة الإيه الدرجة درجة الحجية اللي هي درجة قانونية. أعمل إيه؟ أوقف التنفيذ بناء على الحكم صادر محكمة النقض، ولا استمر في التنفيذ بناء على الإشكال؟ ها رأيك إيه؟ قول اتفضل. بص قاضي التنفيذ مختص نوعيا، مفيش اي تنازع في الاختصاص. خلي بالك مفيش هنا تنازع في الايه في الاختصاص، انا عندي تنازع ما بين حكمين، كل حكم صادر من جهة مختصة به اختصاصا صحيحا. اوقف التنفيذ بناء على طلب وقف التنفيذ الحكم الصادر، ولا استمر في التنفيذ بناء على الاشكال؟ طيب اللي موافق على وقف التنفيذ يرفع ايده، اللي موافق على الاستمرار في التنفيذ يرفع ايده. انت رفعت ايدك في المرتين. طيب اتفضل. مفيش حكم بات ونهائي عندي خالص. محكمة النقض ما نظرتش الطعن لسه، محكمة النقض نظرت طلب وقف التنفيذ. نسمع يا شباب بعد اذنكم. اتفضل. حكم مؤقت بوقف التنفيذ لحين نظر الطعن. لا مفيش حكم بات ونهائي هنا. ولكن انت ولكن عايز اقول لك على حاجه، انت قربت. طيب نحل الاشكاليه. اتفضل. لا ما روحناش عند محكمة الاستئناف خالص، احنا قدام قاضي التنفيذ بس انت قربت. لا قاضي التنفيذ ملوش ما. لا مش ده التأسيس القانوني، ولكن هوضح لك برضو النقطة دي. ولكن انت قربت. الحكم الصادر من محكمة النقض هو حكم مستعجل بوقف التنفيذ فقط لحين نظر الايه الطعن. قاضي التنفيذ هو قاضي مختص بمجموعة من الاختصاصات منها نظر منازعات التنفيذ. لا بتكلم على درجة أولى ولا درجة ثانية ولا أي حاجة، أنا بتكلم على إيه؟ إن أنا لو عايز أمر بالحجز بروح لقاضي التنفيذ، أمر مش حكم حتى، لأنه هو مختص نوعيا بنظر الإيه
المنازعات. انت لما يجي تحجز على مالك وعايز توقف التنفيذ بتجري على قاضي التنفيذ تقدم ايه اشكال في التنفيذ. ماليش دعوه بقى الحكم ده اول درجه او تاني درجه او ده اختصاص نوعي. الحل هنا ان يتم وقف التنفيذ. ليه؟ لان الحكم الصادر بوقف التنفيذ من محكمه النقض حائز للحجيه قبل الحكم الصادر باستمرار التنفيذ من ايه؟ من قاضي التنفيذ. يعني الاشكاليه كلها في الحجيه، ان الحكم ده حائز للحجيه فبيمنع نفاذ الحكم الايه؟ الحكم الثاني. انا قدمت لك ميزه عشان توقف الحكم مرتين، مره قدام محكمه النقض فما قدرتش تستفيد بيها، ومره قدام قاضي الايه؟ التنفيذ عن طريق الاشكال. فانت لو ما قدرتش تستفيد هنا، لو محكمه النقض لم تحكم بوقف التنفيذ، قدامك فرصه ثانيه ان انت تلجأ لمين؟ لقاضي التنفيذ عن طريق منازعه مستعجله اللي بنسميها الاشكال في الايه؟ في التنفيذ. ده انت كمان عندك اشكال ثاني، يعني ممكن تقدم اشكال اول وممكن تقدم اشكال ايه؟ اشكال ثاني. ما هو بص، الاشكال في التنفيذ ده، الاشكال في التنفيذ في حاجه، بصوا يا جماعه، في حاجه اسمها منازعات التنفيذ. منازعات التنفيذ ده موضوع مستقل تماما، الهدف منه ان انا بنازع في شروط التنفيذ، واخد بالك؟ فليه اختصاص نوعي. الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام. انا كقاضي تنفيذ اي منازعه خاصه بتنفيذ الاحكام المدنيه وما نص عليه القانون بتجيلي انا، ماليش دعوه بقى التنفيذ تم ولا ما تمش، ده انا بتكلم على شروط وقف التنفيذ قدام محكمه النقض، فبقول لك عدم تمام التنفيذ لان هيبقى في استحاله بوقفه. لكن قدام قاضي التنفيذ انا باخد اشكال. انا خلي بالك الاشكال ده، الاشكال الاول في التنفيذ، يعني من ضمن الحاجات اللي احنا يعني كنتش عايز استعجل ان انا اقولها، ان انت لو ابديت الاشكال في التنفيذ امام المحضر يوقف التنفيذ بقوه القانون. يعني الراجل جاي وجاب القوه معاه وجاي ايه ينفذ ومعاه المحضر، قلت قدام المحضر انا بقدم اشكال في التنفيذ يوقف التنفيذ بقوه القانون، بقوه القانون. انت خدت بالك؟ ده مش بس كده، لو انت روحت تقدم اشكال في التنفيذ قدام القاضي ودخلت محكمه غلط يوقف التنفيذ بقوه القانون، لانها منازعات. حتى لو قدمته قدام محكمه غلط، الكلمه دي نفسرها قانونا ونقول ايه؟ امام محكمه غير مختص. فالاشكال له قوه في وقف التنفيذ مختص به قاضي التنفيذ كمنازعه. في منازعات موضوعيه، ممكن يكون التنفيذ تم وتقدم منازعه موضوعيه زي استرداد المنقولات المحجوزه، طبيعي لازم تكون بدانا في التنفيذ. بس انا بقول لك حتى، شوف انا بقول لك حتى لو ما بداتش في التنفيذ لك الحق ان انت تقدم اشكال في الايه؟ اشكال في التنفيذ. حتى لو ما بداتش انا بحميك، انا بديك الحق في الحمايه. طيب الوضع هيبقى وقف التنفيذ، المسألة اللي احنا طرحناها هيبقى الحل فيها هو وقف التنفيذ الجبري. التنفيذ طبعا لا، ما بنلغيش، لا لما انا قلتها دي. طيب اتفضل بس اقعد كده. لان قاضي، لان قلناها باختصار شديد، قاضي التنفيذ منازعه، قاضي النقض ده هيتكلم في الحمايه في الحق نفسه. نعم، الاختصاص. انا مش فاهم سؤالك برضو، مش فاهم والله. ليه بقى؟ لأن المشرع إدى للمنفذ ضده فرصتين،
متنفسين. لو محكمة النقض ما وقفت لكش بتاع الإشكال يوقف لك. انت واخد بالك؟ مفيش تنازع هنا، لان ده بيتكلم في حماية موضوعية، بس اديتك الحق ان انت توقف التنفيذ وانت ماشي. هنا ما بيتكلمش في حماية موضوعية خالص قاضي التنفيذ ابدا، هو بيتكلم في التنفيذ فقط. يعني انت امام، يعني خلي بالك، انت امام محكمة، امام قاضي التنفيذ، ما ينفعش تتكلم في الحق الموضوعي ابدا. ما ينفعش تروح قدام قاضي التنفيذ وتقول والله اصل انا ليا حق في الملكية. هيقول لك اجري اطلع برا على طول، عامل زي دعوة الملكية ودعوة الحيازة. انت بتتكلم في الحيازة ما تتكلمش في الملكية خالص، لانك هتاخد رفض. بتتكلم في الملكية ما تتكلمش في الحيازة. طب انا عايز اثبت نفسي، اتكلم في الحيازة بس، خد حيازة واقعد في المكان واستقر فيه، وبعد كده اتكلم في الايه، في الملكية. الملكية طويلة. طب المشرع بيديك حيازة ليه؟ بيديك دعوة الحيازة ليه؟ عشان استقرار المراكز القانونية، عشان الناس ما تخانقش مع بعض وتروح تضرب بعض وتطلع بعض من البيوت ومن الأراضي بالعنف. انت واخد بالك؟ هي نفس الكلام. المشرع بيدي لك حاجتين، حتى لو اختلفت ما فيش اي مشكلة خالص. بإذن تعذر تداركه مسألة تقديرية للمحكمة. أنا عايز أوضح نقطة، الخلاف الوارد لما ترجع لمشروع القانون تمسك المادة وتشوف الآراء اللي قيلت فيها. كل الخلافات اللي أنت أو كل الأسئلة اللي أنت بتطرحها لما ترجع للمادة والمذكرة الإضاحية هتلاقي كل الآراء دي قيلت، وكل الآراء دي ترد عليها، لحد المشرع في النهاية ما بيحاول يصل إلى إيه؟ إلى الحل الأنسب والمناسب بالنسبة للمنفذ ضده. من هم أطراف التنفيذ الجبري؟ أطراف التنفيذ الجبري واحد اسمه طالب التنفيذ، واحد اسمه إيه؟ المنفذ ضده. أنا عشان أوفق ما بين الاتنين لازم أعمل إجراءات تعطي الحق لطالب التنفيذ إنه يقتضي حقه جبرا، إنه يحصل على حقه بلا تعقيدات، وفي نفس الوقت لازم أدي ضمانة للطرف الآخر اللي هو المنفذ ضده بأن يتم الحفاظ على حقوقه. لأن النهاردة أنا ممكن أبقى طالب التنفيذ وماليش الحق أساسا، بس المحكمة ملهاش علاقة طالما معاك سند. إيه؟ معاك سند تنفيذي. طب المنفذ ضده، ما انا لازم اديله ايه؟ ضمانه. يبقى كل اجراء بيقره القانون لابد ان يقابله للطرف الاخر ضمانه، زي ما بدي لك الحق في انك تحجز على اموال المدين وتبيعها وتحصل على حقك وكل الدائنين يحصلوا على حقوقهم، نفس الوقت لازم ادي للمنفذ ضده الحق في انه يحافظ على ايه؟ على امواله لو كان طالب التنفيذ قد اخطا. زي مثلا ايه؟ اعمل له مثلا كفاله على سبيل المثال. يبقى بالتالي زي ما بديك الحق في شيء لازم ادي للطرف الاخر ايه؟ ضمانة. اي قانون اجرائي في الدنيا سواء كان في مصر او في اي دولة اخرى، ان لم يقم على اعتبارين، اعتبار يعطي لطرف الحق في اتخاذ مجموعة من الاجراءات تضمن له حقوقه، وضمانات للطرف الاخر تضمن له الحفاظ على عدم ضياع حقه، فالقانون ده فيه قصور. فبالتالي كل المناقشات وكل الجدالات وكل الآراء بتطرح في حاجة فيما يسمى بمشروع الايه؟ بمشروع القانون. النهاردة قبل ما احط مادة، ده انا عندي مادة واحدة في قانون المرافعات، المادة 3 من قانون المرافعات اللي بتتكلم عن الدعوة القضائية وشروطها. المادة دي لوحدها فيها مئات الأحكام القضائية من تاريخ إنشاء محكمة النقض حتى الآن، لأنها بتتكلم عن الصفة. كل ده ما هي المصلحة، المصلحة الفائدة العملية اللي بتعود عليك لها أوصاف، من ضمن الأوصاف الصفة. الصفة بس، الصفة بس فيها عشرات الأحكام. ليه؟ علشان أقدر أدي الطرف الحق في مجموعة من الإجراءات أو في اتخاذ إجراء معين لابد أن أعطي للطرف الآخر ضمانة تحفظ حقوقه من الاعتداء عليها.
هو احنا ما بنشوفش يا جماعه، احنا عشان نبقى واضحين، ما بنشوفش اتنين مع بعض يجوا على حته ارض ملهاش صاحب ولا صاحبها مسافر ولا بتاع، يضربوا عقد ويقول له انا اعمل لك عقد ونتخانق مع بعض، وبعد كده يجي هو بقى وهم مالهمش، وهم الاتنين مالهمش حق فيها اصلا. وانت عارف اهو اعمل لك صحه توقيع وبالبيع ولا تكاليف ولا يحزنون. طب ما انا بدي لك الحق اهو انك تاخد اجراءات، نفترض انك معاك الحق فعلا، اعطلك ليه؟ بس لازم ادي للطرف الثاني ايه الوسيله انه يحافظ على حقه. وهيقول لك والله انا ما كنتش طرف في الحكم ده، فالحكم ده لا يسري في مواجهتي، فيرفع دعوه لو كان صدر حكم، او يتدخل في الدعوه لو كانت الدعوه قائمه، وهكذا. فبالتالي كل الخلافات اللي موجوده وكل الاراء دائما هتلاقي ليها ضرر وليها ايه وليها ميزه. طب ايه اللي بيخلي المشرع يميل الى النص على ده؟ يعني في مسألة زي اللي احنا بنتكلم فيها، وقف التنفيذ قدام محكمة النقض، انت لو جيت للصح بقى محكمة النقض ملهاش في وقف التنفيذ اصلا خالص، دي محكمة قانون المفروض ان هي هتشوف الحكم المطعون فيه. لكن المشرع تسهيلا وعدم تعسفا، يعني مش عايزين تعسف برضو، ما في حاجة اسمها التعسف في الاجراء، قال لك طب ما ندي لمحكمة النقض الحق في انها توقف الايه التنفيذ، رغم ان انا بهاجم الحكم من الناحية الموضوعية، ان انا معي حق ولا معيش حق، لان هو ايقاف التنفيذ او الاستمرار في التنفيذ اصلا من اختصاص مين؟ قاضي التنفيذ. اجي انا اقعد اشاكس فيه واقول له لا ده محكمة النقض لو عملت وخلت وسوي، ده انت اديتني مخرج تاني غير مخرج قاضي الايه قاضي التنفيذ، ان انا اوقف التنفيذ عن طريق محكمة الايه محكمة النقض، وهو حكم وقتي لا يؤثر على محكمة النقض في نظر الطاعة، ملوش علاقة بنظر الايه بنظر الطاعة. يعني انا ممكن محكمة النقض توقف لك التنفيذ، ولما تيجي تطعن تنظر الطعن بالنقض تحكم بحكم مخالف عن وقف التنفيذ تماما، لكن انا بحاول اديك حماية ايه حماية مؤقتة. ده انت خد بقى الاسخن من كده اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي، اللي حاجة اسمها النفاذ المعجل. يعني ده واحنا بنتكلم في حكم نهائي صادر من محكمة الاستئناف، حائز لقوة الامر المقضي، خد درجتين من التقاضي، درجة اولى ودرجة ايه تانية، يعني شبعنا ولتينا وعملنا وروحنا وجينا وعشنا مع بعض ليلة كبيرة. تعال بقى على الحكم اللي صادر من محكمة اول درجة وهنفذه قبل الاوان، هتعمل ايه بقى؟ ده احنا هنتخانق مع بعض دلوقتي. في حاجة اسمها اشكال اول واشكال تاني. اول اشكال بيقدم ده اشكال اول، ده باختصار يعني. من لا، منازعات التنفيذ لها قواعد، بس مش عايزين نفتح فيها، يعني احنا خلينا للاخر. تمام؟ لكن لا، مش انت اللي تستشكل مرتين. يعني انت قدمت اشكال وجاء واحد من بره قدم اشكال تاني، يعني ما يعني خباك دي مسألة قانونية، ما هو الاشكال الاول وما هو الاشكال الثاني؟ باختصار الاشكال الاول اول اشكال بيقدم، حلو كده، وغالبا بيكون من المنفذ ضده. جاء حد تاني جاء المنفذ ضده قدم اشكال تاني، ده اسمه اشكال ايه؟ اشكال تاني، خلي بالك اهو. جاء حد من الغير قدم اشكال، ده اشكال تاني، انت خدت بالك؟ جاء الـ حد من المتعلق بالحق المالي بالمحجوز عليه بالمنقولات، اول واحد هو اسمه اشكال اول. هو ايه؟ لا، عارف ليه؟ ثواني بس، لا ثواني بس، اصبر بس، احنا ما بنتكلمش في الاشكالات في التنفيذ دلوقتي، ولكن احنا خمسة، احنا ايه خمسة، انا قدمت اشكال عمل ايه بقوة القانون، اوقف التنفيذ بقوة القانون. جاء تاني قدم اشكال، هعتبره اشكال اول، يوقف التنفيذ بقوة الايه القانون، يبقى انا كده هوقف التنفيذ كم مرة؟ خمس ايه خمس مرة. مفيش الكلام ده، لا، المشرع تدارك الحتة دي، انت بتقدم اشكال وبتختصم الباقي، انت خدت بالك؟ يعني احنا خمسة منفذ ضدنا، واحد فيهم قدم اشكال، بختصم الايه؟ هو اشكال اول. ده في دعوة استرداد المنقولات المحجوزة
اجباري عليك ان انت تختصم كل اطراف المنازعة، لانها برضو بتوقف التنفيذ بقوة القانون اللي هو الدعوة الاولى. طب ما انا ممكن اظبط مع اي حد واجي اقول لك ايه، انت تقدم وبعد ما ننظر ناخد لنا كم شهر يجي واحد تاني يقدم، مفيش الكلام ده. كل ما هو متعلق حقه بالمال المحجوز عليه بجيبه بعلنه، انت خد بالك عشان يبقى اشكال ايه اول. ما هو احنا ما انت كده مش هتتذاكى على الايه على القانون. لا ثواني ثواني، بعد اذنك بعد اذنك. متى ايه؟ متى يذكر الاشكال التاني؟ حاضر هنقول اللي بيتم، لانه المحكمه ليها سلطه تقديريه بوقف التنفيذ. تمام طيب هناخد الاسئله في الاخر. نيجي بقى بالظبط نيجي بقى للنفاذ المعجل. ما هو النفاذ المعجل للاحكام؟ بصوا يا جماعه احنا اتكلمنا في النفاذ العادي للاحكام، وقلنا هو تنفيذ الحكم الصادر من محكمه الاستئناف، وهو الحكم النهائي. كل دي مرادفات لمعنى واحد. يعني كلمة حكم نهائي يعني حكم صادر من محكمة الاستئناف، حكم لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن غير العادية، الطعن والتماس إعادة النظر، هو حكم ايه؟ نهائي. هو الحائز لقوة الأمر المقضي، باخد الحكم وراح أنفذه مع كل المشاكل اللي احنا اتكلمنا ايه فيها. نيجي بقى للنفاذ المعجل. ما هو النفاذ المعجل؟ النفاذ المعجل هو التنفيذ المؤقت للأحكام. يعني إيه تنفيذ مؤقت للأحكام؟ يعني تنفيذ الحكم قبل الأوان. ما هو أوان تنفيذ الحكم؟ هو صيرورة الحكم نهائيا، بمعنى أن يكون غير قابل للطعن فيه بالإيه؟ بالاستئناف. فبالتالي اللجوء الى النفاذ المعجل حتى من الاسم نفسه، نفاذ ايه؟ معجل. ما هي الحكمه من ذلك؟ الحكمه من ذلك ان المشرع قدر ان هناك في مجموعه من الاحكام، المشرع قدر انه قد يترتب على تاخير تنفيذها ضرر بالمحكوم له، ضرر بالمحكوم ايه؟ له. بمعنى انا معايا حكم النهارده عايز انفذه، عشان انفذه لازم استنى حكم تاني درجة، عشان انتظر حكم تاني درجة قد يترتب علي ايه؟ ضرر. فبالتالي المشرع عمل لنا حاجة اسمها النفاذ الايه؟ المعجل. والنفاذ المعجل بينقسم لنوعين، نفاذ معجل بقوة القانون ونفاذ معجل ايه؟ قضائي. ايه الفرق ما بين النفاذ المعجل بقوة القانون والنفاذ المعجل القضائي؟ النفاذ المعجل بقوة القانون لا يوجد سلطة تقديرية للقاضي، مفيش ايه؟ سلطة تقديرية لمين؟ الحق ممنوع تماما من القانون نفسه. يعني لو القاضي أخطأ في شيء منه تطعن في الحكم او تتظلم من الخطأ في وصف الايه؟ وصف الحكم. طيب هم اربع حالات، ما لم ينص القانون على حالات اخرى، قال المشرع فيهم ان ده هيكون نافذ نفاذ معجل. اول حاجة اتكلم فيها هي الاحكام المستعجلة. لو انت عندك حكم مستعجل هل يجوز تنفيذه نفاذ معجل ولا لا؟ ها؟ يجوز تنفيذه نفاذ ايه؟ نفاذ معجل. طبعا الاحكام المستعجله بيكون حكم صادر من محكمه الامور المستعجله بتعيين حارس مثلا على عقار، ده حكم تاخد الحكم وتروح ايه؟ وتروح تنفذه بنفقه مؤقته. هو انا النهارده لما يتحكم لي بنفقه مؤقته، بنفقه ايه؟ مؤقته، هستنى حكم الطعن بالاستئناف واستنى حكم تاني درجه؟ ما اللي محكوم له بالنفقه هيكون ايه؟ هيكون مات، هيكون الضرر ضرر كبير. فبالتالي الاحكام المستعجله بيكون تنفيذها نفاذ معجل، يعني قبل الايه؟ قبل الاوان. برضو ملحوظ عشان تبقى عارف ان الحكم المستعجل من الاحكام التي يجوز استئنافها.
قبل صدور الحكم المنهي لمين؟ للخصومة. يعني حتى على هامش الموضوع. طيب الكفالة، الضمانة للطرف الآخر، الكفالة. والكفالة هنا بتكون كفالة ايه؟ جوازية. يعني ايه كفالة جوازية؟ يعني يجوز للمحكمة انها تحكم بيها او ما تحكمش ايه بيها. يبقى دخلنا الكفالة في السلطة التقديرية لمين؟ للمحكمة. طيب النوع الثاني من الاحكام بنسميه الاحكام الايه؟ الاحكام التجارية. زي مثلا الحكم الصادر مثلا بفرض الحراسة على محل تجاري، نستنى بقى ايه الطعن على الحكم ونروح تاني درجة ونروح مش عارف كذا؟ لا، ده الحكم ده من الاحكام اللي محتاجة ايه؟ حماية عاجلة. المعاملات التجارية اساسا محتاجة ايه؟ حتى الاثبات في المعاملات التجارية مختلف عن الاثبات في المعاملات المدنية. فبالتالي هنا الحكم بيكون حكم مشمول بالنفاذ المعجل. ناخد بالنا يا جماعة من الحتة دي. النهاردة انت كمحامي بتاخد حكم، بتبقى لازم تشوف الحكم ده ايه، مشمول بالنفاذ المعجل ولا مش مشمول بالنفاذ المعجل. بترجع للحالات اللي نص عليها القانون وبيقول لك ان هناك احكام لابد وان تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون. صدر حكم في مادة تجارية والقاضي ما قالش ان هو مشمول بالنفاذ المعجل، لا روح نفذه لانه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة الايه؟ القانون. طب انت اديت للحكم ده القوة دي كلها، ما ندي ضمانة لمين؟ للطرف الاخر. قال لك هنا الكفالة تكون ايه؟ وجوبية. الكفالة بتكون ايه؟ بتكون وجوبية. النوع الثالث من الاحكام بنسميه الاحكام الصادرة باداء بعض النفقات. تم حد يقول لك تم احنا قلنا الاحكام المستعجلة الحكم الصادر بنفقة مؤقتة، لا، ما هو لو نفقة مؤقتة يدخل ضمن طائفة الاحكام الايه؟ المستعجلة. يبقى المقصود هنا هو الاحكام الموضوعية الصادرة باداء بعض الايه؟ النفقات، زي نفقة الاقارب مثلا، نفقة للزوجة، نفقة للاولاد، للتعليم، لتجهيز زواج، كلام ده كله. دي بتكون احكام ايه؟ موضوعية. دي بتكون مشمولة بالنفاذ الايه؟ بالنفاذ المعجل. والحكم الصادر في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة لصالح طالب التنفيذ، دي برضو من ضمن المنازعات الموضوعية. عندنا في المنازعات الموضوعية لو اتسع الوقت الحديث عنها هنتكلم من ضمنها حاجة اسمها دعوى استرداد المنقولات المحجوزة. الدعوى دي الحكم الصادر فيها لصالح طالب التنفيذ مشمول بالنفاذ الايه؟ بالنفاذ المعجل بقوة الايه؟ بقوة القانون. يعني معنى ذلك لما نيجي نختصر اللي احنا قلناه، نقول احكام تجارية، احكام مستعجلة، احكام صادرة باداء بعض النفقات، والحكم الصادر في دعوى الاسترداد، دول احكام مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة الايه؟ بقوة القانون. بقوة مين؟ بقوة القانون. فبالتالي لو القاضي اخطأ، يعني اصدر حكم في مادة مستعجلة وكتب ان هو غير مشمول بالنفاذ المعجل، تتظلم من الخطأ في وصف الايه؟ الحكم، لان ده مشمول بالنفاذ المعجل بقوة الايه؟ بقوة القانون. طب ايه الحالات المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي؟ انا ما بطلبكش ان انت تحفظ، زي ما قلت قبل كده، انت بيبقى عندك دعوة، بتجيب القانون، بتفتح تشوف نص المادة، تشوف الشرح بتاعها، تشوف الاحكام القضائية. محدش في الدنيا يقدر يحفظ كم هذه الايه؟ النصوص. طب انا مش عارف، ده انت عندك 7-8 حالات في النفاذ المعجل القضائي، وكل حالة فيها 3-4 ايه؟ 3-4 فروض، وكل فرض له 3-4 شروط. هو انا هحفظ كل الكلام ده؟ لا. طب ايه الطريقة؟ الطريقة ان انت المشرع نص على ان هناك حالات مشمولة بالنفاذ المعجل بايه؟ ها؟ بقوة القانون، وحددها على سبيل الحصر. خلاص انا احفظ الكام حالة دول او اعرفهم، لما 4 حالات، اي حاجة تانية تدخل في ايه؟ في النفاذ المعجل الايه؟ القضاء، بدون عناء وبدون تعب. طب ايه اللي يميز النفاذ المعجل القضائي؟ ان انا بقدم طلب لمين؟ للمحكمة، والله انا عايز الحكم ده يبقى مشمول بالنفاذ الايه؟
المعجل. المحكمة لها سلطة تقديرية، يتحكم بشموله بالنفاذ المعجل القضائي، فبالتالي يجوز تنفيذه قبل الايه؟ قبل الاوان، يا اما ترفض ان يكون الحكم مشمولا بالنفاذ الايه؟ بالنفاذ المعجل. طيب السؤال، هل يجوز الاتفاق، هل يجوز الاتفاق على اعتبار الحكم نافذا نفاذا معجلا او مشمولا بالنفاذ المعجل؟ احنا قلنا هل يجوز الاتفاق على اعتبار حكم اول درجة حكم نهائي؟ قلنا يجوز، لان هنا بتتنازل عن ايه؟ عن الحق في الطاعة. طيب نعكس السؤال، هل يجوز الاتفاق بين الخصوم على ان يكون الحكم الصادر من محكمة اول درجة حكما مشمولا بالنفاذ المعجل؟ ها اللي موافق يرفع ايده. ها حضرتك موافق انه يكون يتفق على ان يكون الحكم مشمولا بالنفاذ الايه؟ المعجل. يجوز. طب مين اللي بيقول لا يجوز؟ لا يجوز ليه؟ برافو عليك، لا يجوز ليه؟ لانه اولا متعلق بالنظام العام. طب ما تيجي نشوف التأسيس القانوني بتاعها. التأسيس القانوني، انا لما اتفقت مع الخصم على ان يكون حكم اول درجة حكما نهائيا، اذا انا اتفقت على التنازل عن حق منحه لي الايه؟ القانون، ومتعلق بالمصلحة الخاصة باطراف مين؟ باطراف الدعوة. خلي بالك الاتفاق ده صحيح سواء كان قبل صدور الحكم او بعد صدور الايه؟ الحكم، لاني بتنازل عن حق كفله لي القانون. وسيلة طاعة، المشرع ادهالي ان انا اصحح بها الحكم وانا تنازلت عنها، لم اطعن في الحكم بالايه؟ بالاستئناف. اما الحكم المشمول بالنفاذ المعجل هي قوة تنفيذية تمنح للحكم لتنفيذه قبل الاوان، فهل يجوز ان اتفق مع الطرف الاخر على منح هذه القوة التنفيذية لحكم لم يمنحه القانون هذا الوصف؟ لا يجوز. لا ايه؟ لا يجوز. طب الحالة العكسية، هل يجوز الاتفاق على عدم تنفيذ الحكم النافذ معجلا؟ بمعنى الحكم الصادر مشمولا بالنفاذ المعجل، هل يجوز الاتفاق على عدم تنفيذه؟ ها خلي بالك الفرض الاول، قبل ما تجاوب فكر. الفرض الاول، هل يجوز ان نمنح حكم غير مشمول بالنفاذ المعجل ان يكون مشمولا بالنفاذ المعجل وينفذ قبل الاوان؟ قلنا لا، ايه؟ لا يجوز، لانه متعلق بالنظام العام. الافراد لا تمنح القوى التنفيذية للاحكام القضائية، انما القوى التنفيذية يمنحها القانون، وهو ما يسمى بالنفاذ المعجل بقوة القانون، او تمنحه المحكمة وهو المسمى بالنفاذ المعجل الايه؟ القضائي. اما الاطراف فلا يملكون منح قوة تنفيذية لحكم لم يتصف بهذه الصفة. العكس، هل يجوز للاطراف الاتفاق على عدم تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل؟ يجوز. يجوز ليه؟ لانك انت مصلحتهم هما الاثنين بالظبط، لانك هنا بتتنازل عن حقك في التنفيذ. خلي بالك، شفت الحاله الاولانيه ان احنا اتكلمنا فيها، انت بتتنازل عن حقك في الايه؟ في الطاعه. فاهم؟ انا مش هطعن، انا ارتضيت بحكم اول درجه، هنا انا ارتضيت عدم تنفيذ الايه؟ الحكم. هو الحكم صدر لصالحي وانا خدت حكم بالفعل، بس مش هنفذه، انا اتفقت مع الطرف الاخر مش هنفذه. طب احنا يا جماعه نكتفي بالقدر ده ونكمل بقى في المحاضره الايه القادمه ان شاء الله.